لندن ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد القواص، ومن القاهرة ينضم إلينا المحلل السياسي اليمني الدكتور عبد المالك اليوسفي. أبدأ مع ضيفي من لندن محمد القواص. دكتور محمد، هل تنتظر دول الاتحاد الأوروبي اليوم تحديدا أن يغلق الحوثي أو يهدد على الأقل رأس الرجاء الصالح؟ يعني سؤال مشروع فعلا، لأنه يبدو أن المبادرة بيد الحوثيين وهم الذين يقررون إيقاع ومدايات هذه الهجمات التي يقومون بها. أعتقد أن لديهم معطيات بأن هذا المجتمع الدولي لن يذهب بعيدا في رده، والدليل على ذلك أنه من داخل كل هذه الدول هناك دولتان فقط، الولايات المتحدة وبريطانيا، التي تشن هذه الضربات. وواضح أن شن هذه الضربات أيضا محدود الأهداف، ويبدو أن الحوثيين حسبوا تماما مقدار يعني ميزان الحساب، يعني ميزان الخسائر والأرباح، واعتبروا أنهم يدفعون حاليا الثمن ما فعلوه في البحر الأحمر من استهداف لبعض السفن، وبالتالي نفس الثمن سيدفعوه إذا ما ذهبت صواريخهم، على الأقل كما أعلن زعيم الحوثيين بأن هذه الصواريخ بدأت تصل إلى المحيط الهندي، وهو يهدد أيضا برأس الرجاء الصالح. وبالتالي دراسة لهذه المعطيات الدولية إضافة للمعطيات التي تؤمنها إيران للحوثيين تطمئن الحوثيين أنه ليس هناك حتى الآن أي رد بإمكانه أن يكون خطرا وجوديا عليه. دكتور عبد المالك اليوسف، مرحبا بك. هل ما قاله الدكتور محمد القواص حقيقة أنه لا يوجد أي خطر على الحوثي اليوم حقيقي كبير يعني ينهيه؟ تحية وتقدير لك أخي أستاذ مبروك، ولضيفك وللمشاهدين الكرام. بداية، التوسيع نطاق العمليات هو أمر كان متوقعا، والحق أنه كان متوقعا جدا، أن الموضوع لا يخص البحر الأحمر لوحده، ولا يخص غزة، ولا يخص، هو استراتيجية إيرانية لصنع حالة معينة من الفوضى، تقول إيران بعدها أنا هنا ولي شروطي، كما تعودت في بسط نفوذها في أماكن متعددة. اليوم بعد خطاب عبد الملك الحوثي وجدت تفسيرا لتصريح سابق على لقائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي رضا، الأدميرال علي رضا تنغسيري، والذي قاله في أغسطس الماضي، قال أننا شكلنا باستيج بحري من السفن المتوسطة والكبيرة حتى قادرة على تنفيذ العمليات حتى تنزانيا. كنت أتساءل، ما دخل تنزانيا ومناطق الصراع وجغرافيا الجغرافيا الصراع الذي تديره إيران لا يتجاوز تلك المناطق؟ اليوم أدركت ماذا كان يقصد قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني. الحوثي ينفذ أجندة، هو ليس صانع الحدث وليس صانع القرار، الحوثي ينفذ ما يأمر به أسياده في طهران، وهذه مسألة معلومة. بالأمس نائب سفير بريطانيا في مجلس الأمن قال كلاما مهما سأربطه بالكلام الآخر، أن السفن أن هنالك أن سفن إيرانية تجاوزت تفتيش الأمم المتحدة بشكل يثير القلق، يعني هنالك أسلحة جديدة وصلت للحوثي بدون تفتيش عبر ميناء الحديدة بعلم الجميع، وهذا ما نشهده من تطورات، من دخول طائرات غواصات انتحارية مسيرة، من دخول صواريخ طور صوتية، من دخول، توقعوا أي شيء. إيران استطاعت أن تمد الحوثي بما يريد، بما تريد من أجل تنفيذ عملياته. دكتور عبد المالك، بالإضافة إلى وجود إسناد بحري، أنت قلتها، ماذا يعني دخلت من دون تفتيش؟ يعني هل هناك تواطؤ فيما يتعلق بالسفن الموجودة في البحر الأحمر؟ دعني أقرأ لك بالضبط ماذا قال نائب سفير بريطانيا بالأمس في مجلس الأمن. قالها بالحرف الواحد، أن هنالك، أن قال أن التقارير عن السفن الإيرانية التي تجاوزت عمليات التفتيش مثيرة للقلق للغاية، يجب على جميع السفن التي تدخل الحديدة اتباع القواعد ولا بد من تفتيشها. هذا سفير، نائب سفيرة بريطانيا في مجلس الأمن قالها بالأمس. هذا الكلام كلام مهم،
انه هنالك سفن ايرانيه دخلت الى الحديده الفتره الماضيه دون تفتيش، بغض النظر من المسؤول من المتواطئ، الان هنالك واقعه. هذه الواقعه بالاضافه الى اثمرت عن دخول اسلحه جديده نوعيه للحوثي، منها الطائرات الغواصات المسيره ومنها حتى الصواريخ الطور صوتيه. ايران اعلنت عن امتلاك هذه الصواريخ قبل فتره، واليوم الحوثي إمكانيته لا يمكن أن يتحدث يصنع صاروخ بالطور صوتي في اليمن. نعرف إمكانية رواد الكهوف الذين جاءوا من الكهوف في صعدة، لا يمكن أن يسابقوا بهذه التكنولوجيا المتطورة إلا لم يكون مقدمة من طيب. هناك أمر مهم آخر علشان ندرس، أنا آسف بس نصف دقيقة فقط. هناك إسناد بحري من البحرية الإيرانية للحوثي من أجل أن يحقق أهدافه. عندما أقول عبد الملك الحوثي أنهم سيوقفون حتى أرسل رجال صالح، نعم سيفعلون، لأن إيران من تفعل ذلك. تصور في إطار بس خليج عدن والبحر الأحمر، هناك الطائرة السفينة سفيز دخلت منذ عام 2017 مرابطة في البحر الأحمر، إيران البرز دخلت في مطلع فبراير، بوشهر دخلت مطلع يناير السفينة مع بعض، الطائرة نشاد أو بهشاد السفينة بهشاد الذي اتهمت بعمليات الرصد وللسفن، وبالتالي هناك إسناد من البحرية الإيرانية للحوثيين للقيام بالعمليات. أيضا ذكر قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، وهذه معلومة مهمة، أنهم طوروا قوارب متوسطة الحجم قادرة على حمل صواريخ باليستية، أنهم طوروا لسفنهم البحرية في الباسيج البحري الذي تحدث عنه مزودة بصواريخ باليستية ذكية، وبالتالي إذا أرادت إيران أن تنفذ ستنفذه عبر الحوثي أو لديها طرق أخرى. وبالتالي التهديد الذي يقوله عبد الملك الحوثي هو تهديد قاله بناء على ما على أمر مخطط وهو قابل للتنفيذ، وإيران قادر على فعل ذلك. دكتور محمد القواص، أمريكا وبريطانيا موجودة في البحر الأحمر بمهمة حارس الازدهار، أيضا حشد أوروبي وأيضا من بعدهم جاء الروس والصين في البحر الأحمر، وهناك سفن إيرانية تحمل السلاح تدخل إلى الحوثي دون تفتيش. طبعا هذا الذي يعني يبدو بدأ يتسرب، لكن هذا يعني يضع الملام على هذه الدول بالذات، على بريطانيا والولايات المتحدة وغيرهم من الدول الغربية الذين تورطوا في موقف سلبي من اليمنيين ومن الشرعية اليمنية ومن التحالف العربي، وبالتالي هم يدفعون ثمن ذلك. وحتى الآن كل هذه المعلومات التي تضخ والتي تفاجئ الأمريكيين والبريطانيين، لا أعرف إذا كانت دقيقة ولا أعرف إذا كانت صادقة، أم أن هناك شيء يجعلنا ننزلق داخل نظريات المؤامرة التي تقول أن شيئا معدا في هذا الإطار، أن يمتلك الحوثيين كل هذه الأسلحة وأن يمتلك الحوثيون كل هذه الجرأة في تحدي المجتمع الدولي وتحدي الاقتصاد الدولي وتحدي السفن والبوارج الكبرى الآتية من الاتحاد الأوروبي والآتية من الولايات المتحدة، إضافة إلى وجود سفن يعني تتحدث عن السفن الروسية أو السفن الهندية أو السفن الصينية التي حتى الآن هي خارج مرمى الحوثيين، وكأن هناك شبه حرب دولية أو شبه حرب عالمية في هذا البحر الأحمر، وينذر الزعيم الحوثيين بأنها ستتصل إلى المحيط الهندي وستصل إلى رأس الرجاء الصالح. وحتى الآن بما أنه نحن في حالة انتخابات في الولايات المتحدة وحالة انتخابات هنا في بريطانيا، وأنه لا أحد في الاتحاد الأوروبي قلق من هذا التصعيد، وكأنه كل ذلك تحت سقف مقبول حتى إشعار آخر يسمح للحوثيين بأن يخرجوا من خلال المنابر ومن خلال ما يمارسونه كل يوم من تهديد لهذه الملاحة الدولية. طيب، قادرة إيران على نقل هذه المعركة من باب المندب إلى رأس الرجاء الصالح حقيقة يعني على الأرض؟ أنا أعتقد أن هناك طبعا كان يعني هناك الفاينانشال تايمز كانت سربت خبرا يقول أن هناك تواصل حاصل بين إيران والولايات المتحدة بشأن مسألة الحوثيين ومسألة البحر الأحمر، ولا أعتقد أن هذا سبق، لأن هناك التواصل حاصل في ملفات عديدة، وأعتقد على طاولة هذه المفاوضات يجري أخذ ورد نراه على مسرح العمليات. هذا الذي يؤدي إلى أن تحتاج إيران إلى هذا التصعيد، تحتاج إيران إلى التلويح
صاروخ فرد صوتي يلوح به الحوثيين، تحتاج إلى رأينا إلى تهديد الملاحة للقول بأنها تملك مفتاح السلام والاستقرار وتملك أبواب الملاحة الدولية، وبالتالي هي تستدرج اتفاقا، تستدرج تفاهما، ويبدو أن هذا التفاهم لا يأتي مما يحتاج إلى هذا النفس العالي والنبرة العالية من التهديدات الصوتية والنارية. دكتور عبد الملك، هل نجحت إيران اليوم وعبر أذرعها في عدد من المناطق في امتلاك مفاتيح الملاحة على الأقل؟ وهل تنجح في نقل المعركة من باب المندب إلى رأس الرجاء الصالح؟ هو الذي ينظر إلى أهداف إيران التوسعية المبنية على تصدير الثورة الموجودة في الدستور الإيراني، هي استراتيجية قائمة على صناعة الفوضى. أي فوضى تحصل في أي منطقة هو نجاح لتلك الاستراتيجية، لكن هل تحصد إيران كدولة مكاسب من هذه الفوضى؟ هل الشعب الإيراني يستفيد من هذه الفوضى؟ لا، الذي يستفيد هي العصابات المرتبطة أو التركيب المعقد المرتبط بالحرس الثوري الإيراني والملالي وأنظمة الملالي والدوائر المقربة من الملالي هي التي تستفيد من هذه المسائل. أما شعب إيران، وإيران لا تستفيد من هذه المسائل، لكن هل حققت أهدافها؟ نعم حققت أهدافها. هنالك الآن البحر الأحمر تحول إلى رقعة من التوتر، ارتفع منسوب الفوضى بشكل كبير، اليوم هنالك إرباك في حالة النقل البحري في البحر الأحمر، الأرقام مرعبة، يعني تتحدث عن تراجع في قرابة 70% من عدد السفن التي كانت تمر في البحر الأحمر اليوم انتقلت إلى رأس الرجاء الصالح، وحتى رأس الرجاء الصالح ليس في مأمن. أنا أقول وما أعرفه من ممارسات إيران في صناعة النفوذ هي تدخل تدريجيا ثم ترفع منسوب التوتر ثم ترفع منسوب التوتر إلى درجات مرتفعة حتى تحصل نوع من الفراغ فتدخل، ما فعلته في اليمن وما فعلته في لبنان وما فعلته في العراق وما فعلته في مناطق مختلفة، يقول أنه هنالك تصعيد كبير قادم، ربما بل مؤكدا سيمتد خارج حدود البحر الأحمر وخليج عدن، وربما ينتقل إلى المحيط الهندي مؤكدا، عندئذ ستدخل إيران في المعادلات لتحقيق أمور معينة. وزير الدفاع الإيراني كان قال قبل شهرين كلاما مؤكدا أن البحر الأحمر يعنيهم، قال يا البحر الأحمر يعنينا، وبالتالي ماذا تريد إيران في البحر الأحمر؟ لم تفصح عن أجندتها بالضبط عما تريده في البحر الأحمر. ربما تصل إيران في مسألة الحالة من الفوضى والخوف والقلق على مسارات الاقتصاد الدولي نتيجة التأثر الكبير في الإمدادات الدولية إذا امتدت المعركة إلى رأس الرجاء الصالح، لتقول أنا هنا، وتضع شروطها إما على الطاولة أو تضع أمور معينة يتعلق بالملف النووي الإيراني. لا نريد، لا ندري إلى الآن إلى أين ستصل المدى في البلطجة الإيرانية من أجل ابتزاز العالم إما في الملف النووي الإيراني أو في أمور أخرى، لكن المؤكد أن هنالك حالة من التصعيد الكبير ستشهده المرحلة القادمة على الأقل خلال الأشهر القادمة. دكتور قواص، هل تخلت الولايات المتحدة عن مهمة بناء السلام في اليمن؟ يعني أين هي مهمتها أساسا عندما كان هناك مشروع سلام يحاول اليمنيون أن يلتفوا بشأنه حول الشرعية اليمنية وأن يستفيدوا من هذا التحالف العربي الداعم لهم؟ كانت الولايات المتحدة تدير الظهر لهذا الموضوع، ولطالما كانت مدافعة عن ميليشيا الحوثيين، ولطالما أساسا منعت هذا الهجوم الذي كان معد على ميناء الحديدة، وبعد ذلك فرضوا اتفاق ستوكهولم على اليمنيين. وطبعا تذكر تماما عندما وصل جو بايدن إلى البيت الأبيض أزال هذه الجماعة عن لوائح الإرهاب، كل ذلك كان بمثابة إعطاء ضمانات لهذه الميليشيا باستمرار في تهديد السلم وليس صناعة السلم، وبالتالي أين كانت مهام الولايات المتحدة في صناعة السلم؟ ثانيا، أن الولايات المتحدة حتى في مقاربتها العسكرية في ضرب يعني في تشكيل التحالفات وفي ضرب مواقع للحوثيين، حولت البحر الأحمر إلى منطقة حرب ومنطقة عنف، وهذه الحرب بإمكانها أن تقفل الملاحة الدولية ولا تؤمن سلامة الملاحة الدولية.
فأعتقد أنه هذا فشل يعني بدأ الجدل به داخل الولايات المتحدة وهنا في بريطانيا. هناك كثير من النقاش حول هذه المسألة، أنه ماذا فعلتم، ثم لماذا هذا الاتحاد الأوروبي لم يدخل في هذه التحالفات، ثم لماذا أنا أساسا هناك دول رفضت أن ترسل بوارج من هذا النوع. فبالتالي هناك مشكلة كبرى بإمكانها أن تفجر المنطقة من خلال عدم إدراك من هو المهدد لهذه الملاحة، المهدد للاستقرار الدولي والمهدد لأمن الملاحة في العالم. من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد القواص، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول أيضا إلى المحلل السياسي اليمني الدكتور عبد المالك.